السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمل أيامكم بالرضا والسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحباب الكرام، سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية البيزلة الخضراء بالنسبة للمرأة المتزوجة. فتفسير رؤية البيزلة الخضراء بالنسبة للمرأة المتزوجة، إذا أتى لها زوجها بالبيسلة الخضراء فهذا دلالة على حبه لها ومكانتها في قلبه، وأيضا إشارة بتمتع الزوج بالزوجة بأمر الله. أما تفسير رؤية البيزلة الخضراء بالنسبة للمرأة الحامل فهي دالة على الولادة المتيسرة وكثرة الأولاد الصالحين الذين سوف يرزقها الله بهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلى وأعلم.